فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا عندما يغتسل الشخص من الجنابة فإنه يبدأ بغسل السبيلين ويتوضأ يغسل باقي جسمه، وأثناء ذلك قد يمس ذكره، فهل يتوضأ مرة أخرى؟ نعم، إذا مس ذكره مباشرة بيده فيبدأ يعيد بداية الوضوء من أوله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.